هنتكلم النهارده عن نادي الزمالك وتجدد مفاوضات نادي الزمالك لضم عمر جابر، لكن في الصيف اللي جاي طبعا اكيد كلنا متابعين عمر جابر لاعب فريق بيراميدز والمنتخب الوطني الاول، واللي بيعيش حاليا فتره رائعه جدا من التالق. كان في محاولات ان هو يكون من صفقات نادي الزمالك قبل الموسم، خصوصا طبعا في رغبه اللاعب ان هو يرجع مره ثانيه لميت عقبه او لنادي الزمالك بعد المفاوضات اللي قادها معاه مسؤولين نادي الزمالك قبل بدايه الموسم الحالي، لكن الامور ما مشيتش وما نجحتش المفاوضات لضم اللاعب. وبعد كده جدد نادي الزمالك المفاوضات مره تانية عشان يضم عمر جابر في الانتقالات الشتويه اللي جايه.